عشرات المنازل في عدد من أحياء أم درمان إتاحتها أمطار وسيول جارفة فاجأت هؤلاء السكان ليلا وحولتها إلى أنقاض. دمار كبير لحق بممتلكاتهم وأصبح أصحابها دون مأوى، وتناثرت أمتعتهم في العراء هنا وهناك، وليس عندهم حيلة سوى الصبر على المصاب. ولازم المواد لازم يشوفوا لها حل يا جماعة، المواد كثيرة والحلة دي غرقت. أستعب هناك الشارع هناك مقفول فيه ثلاثة بيوت وقعت من بيوتنا ذيل، وأستعب حالنا دي قاعدة بعدين يا جماعة حصرونا يا جماعة شوفوا لنا حل. السيول التي تتزايد معدلاتها باستمرار أعاقت حركة السيارات، وأصبح حصول المنكوبين على احتياجاتهم الضرورية داخل الأحياء وفي الأسواق ضربا من الخيال، فعليهم خوض غمار معركة من نوع مختلف للوصول إلى ما يبتغون. وطالبوا الجهات المسؤولة بتوفير وسائل الإيواء وفتح المجاري لتصريف المياه. محتاجين لمساعدة، حتى حاليا كل الناس خرجت ودليت، ويوميا قبل كلامنا مع هاتك ترى شو رأيك، جاهزين للخريف لحتى ما شفنا حاجة. غرفة الطوارئ التي شكلتها حكومة ولاية الخرطوم تقول إن الأوضاع تحت سيطرتها، وطالبت المواطنين بعدم البناء في مجاري السيول باعتباره سببا لتكدس المياه داخل الأحياء. الحجم الحقيقي للضرر لم يتم الحصر حتى الآن، يعني لما نجي نحصر بنحصر كل الأضرار اللي وقعت على المواطن، مش على المبنى. الحمد لله رب العالمين، عندنا كمية كبيرة جدا من الخيام والمشمعات طوالي وديناها عشان نجد الناس المتضررين. معدلات هطل الأمطار هذا العام يقول المسؤولون إنها فاقت توقعاتهم، ما اضطرهم إلى تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوع. الأضرار الناجمة عن موجة السيول التي ضربت مساحات واسعة من ولاية الخرطوم هي عنوان لواقع يكون أكثر قسوة على المواطنين في مقبل الأيام، في ظل وجود كميات كبيرة من المياه في الشوارع ووسط الأحياء. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من داخل أحد أحياء مدينة أم درمان.